السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة هنلعب تلات ألعاب، هو مش تلات ألعاب هو أربع ألعاب. أول تلات صفوف أو أول تلات أماكن في ألعاب أونيكس. هنبدأ سلسلة ألعاب اليوتيوبرز، هنمسك ألعاب كده ونرصهم ونخلصهم. أي لعبة عجبتكم قولولي وأنا ختمها تحت، يعني اكتبولي في التعليقات وانا هختمها. ندخل على اول لعبة، هو عشان تبقوا عارفين هما موجودين ثلاثة بس. دي ايه؟ دي اللعبة دي معمولة في ساعة، وفي لعبة تانية معمولة في 12 ساعة، فهم هو حاططهم هما الاتنين مع بعض، وفي فيديو ليهم. انا هحط لكم رابط القناة تحت، تروح عليه وشوف الفيديو. فهو عشان كده حاططهم هما مع بعض، وحاطط لعبة وحدها ولعبة تانية لوحدها. انا في لعبه منهم اساسا لعبتها قبل كده على القناه، اللي هي لعبه مغص، لو حابب ترجع برضو تشوف الفيديوهات. واتمنى يعني تدوس لايك واشتراك وسبسكرايب. ده الاشتراك هو ماشي، سيبكم من اللي انا قلته ده، تدوس لايك واشتراك وكومنت وشير كده، عشان صدقني انا تعبت في الصامنيل. متهيالي اساسا انا تعبت في الصامنيل اكتر ما تعبت في الفيديو نفسه. نايس. هي بصوا، هي عربية بتفضل ماشية يمين وشمال لغاية ما تهبط. انت لو فضلت في النص وتستنى العربية اللي تيجي هتبقى سهلة. ماشي، اتخبط كده، خبط بس كده. هي دي اللعبة معمولة في ساعة، يعني حتى ما لهاش ولا قائمة بداية ولا نهاية، طبيعي معمولة في ساعة. قالوا لي اعمل اللعبة في ساعة، مش هعمل دي حتى. ندخل بقى على اللعبة ال 12 ساعة. ومش عارف يا جدعان اليوتيوبرز مالهم من الايام دول، كله طالع لي بألعاب مستفزة. واللعبة دي ان شاء الله انا ناوي ان انا اختمها على القناة، بس حرفيا كله جايب لعبة مستفزة. بصوا الالعاب اللي بترفع الضغط دي، زي اونلي اب. انا قلت اونلي اب مش هنزلها على القناة عشان مساحتها كبيرة، ما شاء الله اليوتيوبرز كلهم تيك تيك تيك، ارزع ارزع ارزع. الالعاب كلها مساحتها 20 ميجا وترفع الضغط، فانا مش فاهم هما استنوني. اول ما قلت كده في الفيديو بتاع الحيوانات وقاموا منزلين عنها، مش عارف برضو. تمام، هي مرخيمة شوية الحتة دي، بس تيجي على فكرة. هو كان عملها في الفيديو بتاعه اخر فيديو، يعني للعلم بس يا جدعان. هو دلوقتي يعني المفروض بيعمل لعبة، وانا قايل لكم كده من بدري. هو المفروض اللعبة دي هي اساسا هو مخلصها اساسا، بس يونيتي قبل ما ينزلها رزعت كده قرار خلته يصبر كده شوية ويهدى. يونيتي بمنتهى البساطة، يا عم بقى خلص بقى عم حرام. يونيتي قالت كل واحد هيحمل اللعبة بتاعتك يا يدفع 20 سنت يا 2 سنت، مش فاكر والله. يعني ما تدفع رقم ثابت، يعني انت لو مثلا لعبة حملها 1,000,000 واحد مش عارف تدفع 20,000 او حتى $200، مش عارف والله. بس يعني عامة الارباح هتبقى اقل اساسا من ان هو هيكسبها. انا مش مركز مع الموضوع ده قوي يعني، عشان كده وكده يعني ماليش في يونيتي. ايه ده يا اسطى؟ هو ايه اللي طالع من البرجر ده؟ هو ده صبار طالع من البرجر؟ تمام. المستشفى طايرة، ايه ده؟ الله، شفتوا يا جدعان الحركة دي من على الحتة كده بتاعت اللي جنب العربية بتاعت المستشفى، وقمت عاملها سلم وطلعت من عليها. انا شكلي هختمها دلوقتي يا جدعان، ايزي ايزي يعني، ما تخافوش. هو مش عايز يطلع ليه؟ هو اول ما سمعني قلت كده خلاص وقف ولا ايه؟ ايوه كده، نايس نايس، ايزي ايزي.
انا مش هتكلم يا جدعان والله العظيم حرام. اقفل بقى ام الله اقفل اقفل. اول ما قلت ايزي قامت ابلع يا باشا، بلا ايزي بلا كفته. اللعبه اللي بعديها رن رن، هو عامة كده وكده يعني اعتقد بنت لكم اول صف العاب، وانتوا عارفين بقى الجزء التاني هيتكلم عن العاب ايه. تمام، اللعبة دي انا مجربتهاش خالص، فعشان كده يعني لسه بتعلم فيها. ماشي، المفروض كل حاجة حواليك بتدمجك مع ده البني ادمين، وفي ترياق بتاخده كده واسلحة. هو سلاح 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 سلاح. ابعد يا ابعد يا ابعد ابعد ابعد. عيب كده عيب. ايوه وسع وسع وسع. حلق عليه حلق عليه بس كده ايزي. بس كده هي دي اللعبة يا باشا. اللعبة سهلة يا باشا. هو انت بتفضل تلعب بقى لغاية ما تخسر يعني، على ما اعتقد يعني ملهاش نهاية. فاهمين؟ بس في كذا سلاح يعني، مش هو ده السلاح الوحيد. بصوا اهو، انا شايف 5 اسلحة، ممكن يبقى فيه اكتر معرفش. ايه ده؟ معلش ضربته. موت بقى. ايه ده؟ لما بتموت البني ادمين بتخسر فلوس. هو تقريبا التريال اللي احنا خدناه ده، بنرمي كده وبنمسك التريال اللي احنا خدناه ده، متهيألي بيحط زي شيلد علينا. مش عارف والله، انا مش عارف ايه لازمته، بس يعني نتمنى ان هو بيبقى بيحط شيلد علينا. هو الماوس باين. ايه ده؟ والله انا ما اعرفش ان الماوس باين اساسا في الفيديو. نايس نايس نايس. لما بتجمع بتاخد مش عارف الفلوس بقى دي، ممكن تشتري بيها سلاح. في اغلى سلاح متهيألي مش عارف كان ب10,000 متهيألي حاجة زي كده. تمام بقى، شفتوا ده عنده 3 اسلحة، فممكن يبقى في اكتر من اللي احنا شفناه. انا دلوقتي لازم اخد بالي، دمي نقطة حرفيا، اي حد هيضربني سلام عليكم. فايه دي يا جدعان؟ يعني حرفيا اللعبة. بس في حاجة تانية في هنا. ايه ده؟ والله نايس، بوشن بيسرع وسيف خشبي. في كذا جزيرة بقى وكذا بني ادم، يعني مش في مثلا اشكال معينة. هو في كذا جزيرة، كل جزيرة فيها. ايه ده؟ في شبح. في ازرق واخضر واحمر. فاضل البنفسجي بقى. هو البيكاكس اللي لازمته ايه برضو؟ هضرب بيه؟ مش هكسر مثلا بحاجة ولا بتاع؟ يا جدعان انا بقيت محترف في اللعبة يا جدعان. الوحوش ما بقتش بتدمجني، يعتبر احتراف زيادة عن اللزوم. في متهيألي على ما اعتقد بوس باتل في اللعبة، اللي هو جيمز. اهو اهو والله جه، والله جه على السيرة يعني. بص يعني سبحان الله، والله انا حتى ما اعرفش ان هو هيجي يعني. هو جه على السيرة يا عم. وسع كده نشوف جيمز يا عم. انت هو ليه شبح ابيض في المنطقة الزرقاء بقى؟ مش عايزين بقى هبل بقى. وسع كده اهو. تمام، هو متهيألي هو كبير اوي 5 اسلحة، لان ما انا ما لاحظتش اي اسلحة تانية. والبوشن، في بوشن بيسرع، والبوشن التاني تقريبا بيحط درع عليك حاجة زي كده يعني. يا عم وسع يا عم كده بقى. حل حل. ما
لازم يعني اضربهم عشان يهدوا كده واعرف اشرب البوشر، يعني دي حاجة غريبة اوي. تمام، بس كده كده كفاية. ندخل على اخر لعبة، لعبة مغص، وهي دي على فكرة افضل لعبة فيهم، لان هي دي اكتر لعبة اخد وقت فيها، فيعني هي الافضل مقابل وقت. واللعبة اللي هتنزل قريب دي افضل منها برضو عشان قعدت وقت اكتر. كل ما اللعبة ما تقعد وقت اكتر، كل ما الجودة هتلاقيها افضل، دي حاجة طبيعية، خدها من خبير في لعب الالعاب مش في عمل الالعاب. انا عملت فلابي بيرد بالعافية اساسا. نايس، في تقدر ايه ده يعني بذمتك يا اونيكس، انت عربي وعامل حتى العربي بالشقلوب، يعني انا مش فاهم. كتبت سيف ام كاتب لي فيس فيسبوك يا حبيبي؟ انا مش فاهم والله. الكلام العربي بيتكتب بالشقلوب والانجليزي بيتكتب عدل، ايه ده؟ زي فار لايت نزلت تحديث حطت فيه اللغة العربية في الاسم المباني، عملت الأسماء بالشقلوب. لو عاوزين نرجع ننزل عن فار لايت اكتبوا لي في التعليقات. نايس، هو انت مبتفضلش دايس على طول، هو انت بتدوس تصبر شوية وبعد كده تدوس تاني. في دور اهو، هو ده بيتفتح ازاي ده يا جدعان؟ بضربه يا جدعان. ايه تمام. ايه بصوا بقى يا جدعان، مفيش لاج ولا قرف، تليفون فيه لاج بقى. تمام يا جدعان، ظبطنا كده شوية حاجات في الكرافتنج تيبل، وظبطنا يعني شوية حاجات، قتلنا كده شوية حيوانات كانوا ماشيين في الطريق، زومبي جي بالليل، جه خلصنا على شوية زومبي كده وخدنا الدم بتاعهم. الدم ده بتشتري بيه حاجات، ولما تجمع 100 من الدم تقدر تجيب سلاح جامد، سكينة بقى، بدل ما انت قاعد عمال بتضربهم بالطوبة. بس خلي بالك، لازم عشان تنجح في اللعبة لازم يبقى معاك واحد دم على الأقل، عشان لو الطوبة راحت منك تعرف تجيب طوبة مكانها، أو 30 طوبة، يعني يا واحد دم يا 30 طوبة، اختار. تمام، اكتشفت ان الفيديو عمل لاج ف وقفته ورجعته تاني. انا مش فاهم في ايه يا جدعان، والله العظيم انا لسه بقول ولا لاج ولا قرف، الفيديو عمل لاج، اللعبه ما لاجتش خالص، لان ده اللعبه اساسا الجرافيك بتاعها بايظ، اساسا اللعبه كلها حرفيا ضعيفه مش قويه. انا بشغل الالعاب عندي على 90 فريم، والجرافيك بتاعها افضل من ده ب200 مرة، وبابجي بتشتغل 60 فريم، فعادي يعني، ده من اللعبة مش مني انا. يا عم ام الخشبة دي مش عايزة تتظبط ليه بس كده؟ وده هظبطه ازاي ده كمان؟ ايوه كده. طب انا كده شكلي هضطر ان انا اشيل الكرافتنج تيبل دي واعمل كرافتنج انت تجيبه اسمعي كرافتنج تيبل تاني. في مشكلة واحدة بس في اللعبة دي حرفيا مبوظة جو اللعبة خالص، انت ما تقدرش تحفظ العالم بتاعك، يعني انت حرفيا لازم تخلص اللعبة كلها مرة واحدة، زي يقول لي اب كده بالظبط. لا تبدأ، لازم تخلصها كلها، ان شاء الله تخلي الكمبيوتر شغال 24 ساعة. فبس كده، هو ده هيكون فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. السوشيال